بلقيس يا صفصافة أرخت ضفائرها علي ويا جرافة كبرياء. بلقيس إن قضاءنا العربي أن يغتالنا عرب ويأكل لحمنا عرب ويبكر بطننا عرب ويفتح قبرنا عرب، فكيف نفر من هذا القضاء؟ فالخنجر العربي ليس يقيم فرقا بين أعناق الرجال وبين أعناق النساء. بلقيس إنهم فجروك فعندنا كل الجنائز تبتدي في كربلاء وتنتهي في كربلاء. لن أقرأ التاريخ بعد اليوم، إن أصابعي اشتعلت وأثوابي تغطيها الدماء. ها نحن ندخل عصرنا الحجري، نرجع كل يوم ألف عام للوراء. بلقيس يا قمر الذي طمروه ما بين الحجارة، الآن ترتفع الستارة، الآن ترتفع الستارة. سأقول في التحقيق إني أعرف الأسماء والأشياء والسجناء والشهداء والفقراء والمستضعفين، وأقول إني أعرف السياف قاتل زوجتي ووجوه كل المخبرين، وأقول إن عفافنا عهر وتقوانا قذارة، وأقول إن نضالنا كذب وأن لا فرقنا بين السياسة والدعارة. سأقول في التحقيق إني قد عرفت القاتلين، وأقول إن زماننا العربي مختص بذبح الياسمين وبقتل كل الأنبياء وقتل كل المرسلين. حتى العيون الخضر يأكلها العرب، حتى الضفائر والخواتم والأساور والمرايا واللعب، حتى النجوم تخاف من وطني ولا أدري السبب، حتى الطيور تفر من وطني ولا أدري السبب، حتى الكواكب والمراكب والسحب، حتى الدفاتر والكتب وجميع أشياء الجمال جميعها ضد العرب. بلقيس يا فرس الجميلة إنني من كل تاريخي خجول، هذه بلاد يقتلون بها الخيول، هذه بلاد يقتلون بها الخيول. من يوم أن نحروك يا بلقيس يا أحلى وطن، لا يعرف الإنسان كيف يعيش في هذا الوطن، لا يعرف الإنسان كيف يموت في هذا الوطن. ما زلت أدفع من دمي أعلى جزاء كي أسعد الدنيا، ولكن السماء شاءت بأن أبقى وحيدا مثل أوراق الشتاء. هل يولد الشعراء من رحم الشقاء؟ وهل القصيدة طعنة في القلب ليس لها شفاء؟ أم أنني وحدي الذي عيناه تختصران تاريخ البكاء؟ سأقول في التحقيق كيف غزالتي ماتت بسيف أبي لهب. كل النصوص من الخليج إلى المحيط يدمرون ويحرقون وينهبون ويرتشون ويعتدون على النساء كما يريد أبو لهب. كل الكلاب موظفون ويأكلون ويسكرون على حساب أبي لهب. لا قمحة في الأرض تنبت دون رأي أبي لهب، لا طفل يولد عندنا إلا وزارت أمه يوما فراش أبي لهب، لا سجن يفتح دون رأي أبي لهب، لا رأس يقطع دون أمر أبي لهب.
سأقول في التحقيق كيف أميرتي اغتصبت وكيف تقاسموا فيروز عينيها وخاتم عرسها، وأقول كيف تخاطف الشعر الذي يجري كأنهار الذهب. سأقول في التحقيق كيف سطوا على آيات مصحفها الشريف وأدرموا فيه اللهب. سأقول كيف استنزفوا دمها وكيف استملكوا فمها فما تركوا به وردا ولا تركوا عنب. هل موت بلقيس هو النصر الوحيد بكل تاريخ العرب؟ بلقيس يا معشوقتي حتى التمالة، بلقيس يا معشوقتي حتى التمالة، الأنبياء الكاذبون يقرفصون ويركبون على الشعوب ولا رسالة. لو أنهم حملوا إلينا من فلسطين الحزينة نجمة أو برتقال، لو أنهم حملوا إلينا من شواطئ غزة حجرا صغيرا أو محارة، لو أنهم من ربع قرن حرروا زيتونة أو أرجعوا ليمونة ومحوا عن التاريخ عارة، لشكرت من قتلوك يا بلقيس يا معبودتي حتى التمالة، لكنهم تركوا فلسطينا ليغتالوا غزالة. ماذا يقول الشعر يا بلقيس في هذا الزمان؟ ماذا يقول الشعر في العصر الشعوبي المجوسي الجباني والعالم العربي مسحوق ومقموع ومقطوع اللسان؟ نحن الجريمة في تفوقها، نحن الجريمة في تفوقها، فما العقد الفريد وما الأغاني؟ أخذوك أيتها الحبيبة من يدي، أخذوا القصيدة من فمي، أخذوا الكتابة والقراءة والطفولة والأماني. بلقيس يا بلقيس يا دمعا ينقص فوق أهداب الكمان، علمت من قتلوك أسرار الهوى، لكنهم قبل انتهاء الشوط قد قتلوا حصاني. بلقيس أسألك السماح، بلقيس أسألك السماح، فربما كانت حياتك فدية لحياتي. إني لأعرف جيدا أن الذين تورطوا في القتل كان مرادهم أن يقتلوا كلماتي. نامي بحفظ الله أيتها الجميلة، نامي بحفظ الله أيتها الجميلة، فالشعر بعدك مستحيل والأنوثة مستحيلة، ستظل أجيال من الأطفال تسأل عن ضفائرك الطويلة، وتظل أجيال من العشاق تقرأ عنك أيتها المعلمة الأصيلة، وسيعرف الأعراب يوما أنهم قتلوا رسولا.